سيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء المجلس الكريم، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم وصباح الأردن وصباح الوطن العربي الممتد من الدم إلى الدم، وبين الدم وبعض الدم شهداء يرتقون وشعوبا حية تقاوم الإرهاب الضفة الغربية وغيرها بالمستوطنات، ونقل إلى قدسنا الحبيبة سفارة اللعنة، السفارة الأمريكية، سفارة الأرعن ترامب، وما زلنا نقول نحن محل الدولتين ومع دولة الفلسطينية عاصمتها القدس. كيف ينسجم ذلك أي حل الدولتين أمام كل ذلك الاستيطان وتهويل القدس؟ الحل كلنا نعرفه ولست مزاودا على احد. الحل هو بالمقاومه. الحل هو بنصره الشعب الفلسطيني الذي لم يسقط وبانتفاضته الباسله. الحل بنصره اهل غزه الذين يقاومون رصاص الاحتلال بصدورهم ويحرقونه بطائراتهم الورقيه. وقد يهزأ مني البعض ويقول هذا تفكير رجعي، واجيب عليه: ماذا حصدنا من عملية السلام منذ عام 1991 حتى اليوم؟ أجيبوني. ثم أليس لنا في المقاومة اللبنانية الباسلة عبر أمس القريب كيف حررت الجنوب اللبناني من رجس الاحتلال الصهيوني وأخرجته مدحورا دون أن توقع معه اتفاقية سلام، لتأتي بعد ذلك الدول العربية وتقرر أن المقاومة اللبنانية إرهاب، مع أن هذه الدول هي التي راعت الإرهاب الحقيقي في سوريا والعراق ومصر وليبيا واليمن. هذه الدول تخلق لنا عدوا وهميا حتى ننسى العداء مع الصهاينة. ليس لنا عدو سوى الصهاينة. وصلتنا نحو فلسطين، نحو القدس، أي غباء يظنون شعوبهم فيه، يطبعون مع الصهيوني بدون ثمن مقابل أن يرضى عليهم، ومن أجل أن يرضى عليهم السيد الأمريكي. يا للعار، يا للخجل. بالمناسبة، حكومتنا ماذا جرى بخصوص أراضي الباقورة؟ هل قامت الحكومة بواجبها بإنذار دولة الكيان الصهيوني بإنهاء العقد؟ هل تعلمون أن ذلك يجب أن يتم قبل شهر أيلول القادم؟ وماذا عن صفقة القرن؟ هل تشرحون لنا ما هي صفقة القرن يا حكومة، وما هو موقفنا منها؟ أما حكومتنا العتيدة التي تشبه بنيتها البنك الدولي، فقد رحبنا برئيسنا والتقيناه للحوار، وكان حوارا راقيا، إلا أنه أدار لنا ظهر المجن وجعل من مناقب الحوار مثالبا، وكأنه كان يريد مجاملتنا ويخلص من تلك الجلسة التي لم يكن بها أحد من البنك الدولي أو صندوق النقد أو الشركات التي احتاج هو وبعض فريقه إدارتها. ولمن لا يعرف، فأنا لست مناكفا ولا معارضا، وتربطني بدولته وبعائلته المحترمة علاقة تاريخية طيبة أحترمها. فوالده الذي قاوم أعتى الحكام ومات شهيدا في الإقامة الجبرية مفضلا الموت الشجاع وبعزة وكرامة على العيش الرخيص والرغيد، وكان بإمكانه ذلك، لكن المناضلين أمثاله، وكما قال عليه شهابيب رحمة الله: نموت كالأشجار واقفين ولا نركع. وبعد أن أكلت سجون الوطن الممتد من الدم إلى الدم من أجنابه، قال: طريق الآلام مشاه المسيح عليه السلام مرة واحدة في حياته، وأنا مشيتها طيلة حياتي. رحمك الله يا دكتور منير، يا من كنت أبا لجيل كامل من العروبيين الذين لم يتخلوا عن مبادئهم رغم كل المضايقات حتى في لقمة العيش. أين أنت يا دولة الرئيس من مبادئ وفكر الدكتور منير الرزاز؟ وأين فريقك من طهارة مؤنس وعودة إلى الحوار الذي جرى؟ فقد أردنا الوصل لكنه أراد الفصل،
وكنا مددنا ايدينا للتعاون والتعاون، ولكنه اشاح بيده عنا وعاد الى من اعتاد العمل معهم من منظمات التمويل الاجنبي الان جي اوز، ومن الذين عملوا معهم في البنك الدولي وبعض الشركات المحليه ليقود فريقا لا اعتقد انه سيوصلنا الى باب الامان. فاداره الدوله تختلف عن اداره الشركات. السيد الرئيس المجلس المحترم، قد يخجل البعض من ذكر الحكومه البرلمانيه خشيه ان يقول عنه الشعب انه مستوزن، ولكن ما هو العيب في ذلك؟ اعتقد انه ان الاوان للحديث واقعيا عن الحكومه البرلمانيه، ونبدا بالتدرج شبه البرلمانيه. فقد ذكر جلاله الملك الحكومه البرلمانيه في اوراق نقاشيه وفي خطابات ومداخلات له اكثر من 60 مره خلال سنتين. هذا من جهه، ومن جهه اخرى فان دستورنا العتيد نص على ان نظام الحكم هو نيابي ملكي وراثي، وياتي لنا الرؤساء المكلفين بكل ما هب ودب ومن كل القطاعات باستثناء مجلس النواب. ومن الوزراء من يمكث شهرا او شهرين او اقل، ومنهم من لا يستطيع العمل او التعامل، فيخرج من الحكومه بتقاعد مجزم ومعلوليه كاذبه تشكل عبئا على صندوق التقاعد المثقل الاصفر. ولا نعرف كيف دخل ولماذا خرج من الحكومه، ولا يتطلع اي رئيس مكلف الى مجلس النواب. لماذا؟ وكل البلاد التي دستورها يشبه دستورنا يكون وزراؤنا من النواب، ومجلس النواب مليء بالكفاءات التي لا تقل بل تزيد على من بعض من هم في هذه الحكومه. وانا قلت لدوله الرئيس بحضور الزملاء اثناء الحوار، انا لا اريد ان اكون وزيرا، ولكن المبدا ان يكون لديك وزراء من النواب. بل ان اردننا كانت حكوماتها على امتداد التاريخ حكومات برلمانيه او مشارك بها البرلمان على الاقل. يجب ان لا نخجل، والعمل السياسي اذا قاربه الخجل اصبح عملا اجتماعيا اشبه بجمعيه خيريه يتنازل مديروها لبعضهم البعض خجلا، مع احترامي الكامل للعمل الخيري والجميل. ولكن رؤساء الحكومات لا يحترمون مجلس النواب ولا النواب الا بالكلام المعسول، والتشاركيه التي يدعونها اصبحت كلمه ممزوجه بل يقصد منها الضحك على الذقون. نحن الذين جعلناهم يستمرون ذلك، ولو نقف وقفه واحده في وجه الحكومات لكانت الحكومات لنا لهذا المجلس الكريم، وليس لمنظمات التمويل الاجنبي التي عاثت فسادا في مجتمعنا الاردني، والتي نعرف مؤسسها وعميدها الملياردير الصهيوني جورج سوروس رائد الثورات البرتقاليه في العالم. وانا على يقين من ان اي واحد من الزملاء الكرام والزميلات الكريمات حتى الذين سيعطون الثقه راضين عن التشكيل، ولكن لنقف لمره واحده متحدين حول موقف حق منحه لنا الدستور. نماذج من بعض هؤلاء الوزراء. انظروا ايها السيدات والساده الى ما قالته احد اعضاء هذه الحكومه عن المجلس الكريم في مقاله لها او اكثر في صحيفه لا نعرف من يمولها ولا من يدعمها. تقول ان مجلس النواب فاسد والنواب فاسدون. وهذه مقالتها بين يدي لمن اراد ان يضطر. كيف يا معالي الوزيره تطلبين الثقه من مجلس فاسد؟ هل تشربين من ماء قلت عنه انه اسد؟ من هو الفاسد يا صاحبة المعالي؟ هل الذي يطلب الثقه من فاسدين ومجلس فساد هو نزيه وشريف؟ ام ان رقب المعالي والتقاعد الذي ارهق الخزينه تكون دونه الكرامه؟ ولأننا لو سمحت يا دكتور، إذا تكرر أرجو أن نحترم زميلنا المتحدث ومن ثم هيئة المجلس. وقف الصف تفضل. والله أنك كاذب.
يا دكتور إذا تكرم أنت بالقامة زميلة فضل معنا بوسط. ولأننا لا نجيد الرضحة مثل حضرتك نكتفي بالقول مردودة عليك. والله لو لهذا السبب وحده يغدو حجم ثقتي على الحكومة واحدة. وأسأل كيف سأمنح الثقة لحكومة فيها من طالب بقلب نظام الحكم وأساء إلى رمز الدولة جلالة الملك؟ كيف سأمنح الثقة لحكومة فيها وزيرة تعيش خارج الأردن ولا تعرف من الأردن سوى الحي الراقي الذي تعيش به في عمان وربما طريق المطار؟ هل تعرفين الدلالة والدبابات وكيف وهو الشاب والسمرة والبيضة وقرى الطفيلة والكرك والمعان والعقب والمفرق والجرس وعجلون والزرقاء والأبد؟ هل تعرفين كيف يعيش المواطنين في الأرياف والقرى والبوادي والمخيمات؟ ثم هل تعرفين أن هناك مدن وقرى أردنية بهذه الأسماء؟ هل تعرفين عدد المحافظات في الأردن؟ الهيئات المستقلة ومنظمات التمويل الأجنبي. لقد ذكر البيان الوزاري على استحياء أن الحكومة ستدرس موضوع الهيئات المستقلة ومن يستحق الدمج منهن والعودة إلى الوزارة الأصلية. وأقول أن الذين اخترعوا لنا الهيئات والذين يعيشون بعقلية دولة الهيئات فإن دولتنا ودستورنا هي دولة وزارات. فلماذا نصرف ما يزيد على المليار ونصف المليار سنويا على هذه المشرفيات وعلى رواتب وسيارات وسكرتيرات ووظائف عالية الكلفة ونحن في دولة بلغت مديونيتها 95% من الناتج المحلي الإجمالي؟ يا عجب العجاب. وأرجو أن أشير في هذا الصدد أنه لدينا تلفزيون أردني وهو دائرة رسمية مملوكة للحكومة، ثم ننشئ تلفزيون آخر اسمه تلفزيون المملكة، وهذه السنة مثل ما قال لي على ذمة رئيس اللجنة المالية أنا ما شفتها 30 مليون أو 50 مليون دينار. هل نحن في مطبوحة يا دولة الرئيس؟ هل هذه دولة عاقلة؟ هل هذا صرف صحيح في هذه الظروف؟ هل تتجرأ يا دولة الرئيس على شطب هذه الموازنة لهذا التلفزيون بين قوسين الذي سيحقق المعجزات إن أبقينا؟ ثم هل أن دولة مديونة وموازنتها ممولة بعجز كبير تخصص 45 مليون دينار لترميم وتشطيب بناء بوزارة المالية؟ هل هذا صحيح؟ قد تكون وزارة المالية بحاجة إلى مبنى، ولكن مع هذا الوضع وهذه الجباية التي أرهقت الناس وغلاء الأسعار والضرائب نخصص هذه المبالغ للترف. يا سلام، اتقوا الله بنا يا حكومة. هل ستمنع حكومتك المليئة بأصحاب منظمات التمويل الأجنبي التي عاثت فسادا أو فسادا وتجسسا؟ هل ستمنع عمل هذه الترميمات؟ هل ستراقب تمويلها؟ هل ستحاسب الذين أثروا وامتلأت جيوبهم سحتا من هذا التمويل؟ لا أظن أنك تقدر. أما المعلولية وما أدراك ما المعلولية فحدث ولا حرج. فالمنطق يقول أن المعلول صحيا لا يعمل، وحتى الموظف الصغير عندما يدخل الخدمة الحكومية يخضع لفحص طبي لا صحيا أو غير لا صحيا للخدمة. أما الوزراء فمجرد خدمة الوزير سنة أو أقل أو أكثر تعطيه اللجنة الطبية زورا وبهتانا تقريرا بأنه معلول. والأغرب من ذلك، وأنا لست طبيبا ولا أعرف فنيا، كيف تقرر اللجنة الطبية كم الخلية؟ شكرا شكرا معلومة. كيف تقرر اللجنة الطبية أن المرض ناتج عن طبيعة العمل مع أن عمره قد يكون فوق 60 عندما دخل الوزارة؟ لدي صور من هذه المعلوميات وهذه اللجنة أو اللجان الطبية، وهؤلاء الحائزين على المعلومية هم برسم دائرة النزاهة ومكافحة الفساد. أقدمه من على هذا المنبر إخبارا على الحكومة متابعته لنعرف ما إذا كان ذلك صحيحا وأنه معلول حقيقة وأن علته ناتجة عن طبيعة العمل. فنطلب منكم تنعية أي معلول في وظيفة وزير أو أمين عام، لأن المنطق يقول أن المعلول لا يعمل في الدولة، ونطلب محاكمته هو واللجنة الطبية على التزوير الحاصل والمؤدي إلى إهدار أموال عامة
حسب قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية. هذا عيب على الرجل العام، عيب على رجل الدولة أن يحصل على راتب المعلولية زورا وركانا، بدل أن يكون مثالا للنزاهة أمام من دونه من التراتبية الوظيفية. غريب أمرك يا دولة الرئيس، فبعض وزرائك لا يشك بكفاءتهم وقدراتهم ونزاهتهم، وبعض معلول زورا ويمارس عمله بنشاط أكثر مما إحنا غير معلولين، وبعض علاقته بالوطن كأنه حقيبة سفر، وتوزرهم على شعبنا الذي لا يستحق إلا الأكفاء الأكفاء، كأنه مقطوع وصفهم ولا يوجد في شعبنا غيرهم. الله أكبر، فقد دفعتني دفعا ببعض هذه التشكيلة، وأنا لا أريد أن أقف هذا الموقف مع شخص مثلك أحترمه، لكن وطني دائما على حق، فأعلن وأنا مرتاح ضمير حجب الثقة عن الحكومة، فوطني أهم مني وأهم منك وأهم منا جميعا. عاش الأردن قويا عزيزا، عاشت فلسطين حرة عربية أبية من البحر إلى النار، عاشت سوريا حرة عربية أبية محررة من رجس الإرهاب وعملاء الصهاينة والأمريكان والخونة. تحية إلى الكويت أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا على مواقفهم الأوروبية وعلى تحديهم للأمريكان. المجد والفلول لشهداء الأمة العربية الأبرار، والخزي والعار لكل الخونة وعملاء الاستعمار. شكرا سيد الرئيس على الوقت اللي شكرا لك.